أخيرا يا ماما جينا المصيف، أخيرا هنزل حمام السباحة بقى. ما تبعديش يا بنتي يا حبيبة. ماما جعانة يا بنت، ده احنا لسه فاطرين. طب خدي 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 التفاحية دي، خدي التفاحية دي سلي فيها. قولي ماما، خلصت التفاحة دي لخلايا سلة فيها. يا بنت ما تنزلي تلعبي في المية بدل ما انت كل شوية جاية عايز اكل عايز اكل. انزلي المية. طب بصي خدي الخيارة دي سلي فيها. الله، الزحلقة دي جميلة أوي، هروح أجربها. دلوقتي بقى اسحبنا يا حلوين، هروح اجرب الاسطوانه اللي هناك دي، هشوف هعرف اعملها ولا لا.
يا رب يا اصحاب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، واللي لسه ما عملناش لايك من اول الحلقه يعمل لنا دلوقتي، واللي لسه ما اشتركش في قناتنا ينزل دلوقتي يدوس على كلمه اشتراك. وقبل ما تمشوا يا اصحابي شوفوا الفيديو التاني على قناه حبيبه فرشتي اليوتيوب.